السلام عليكم شباب، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشوف مع بعض اخر حاجه النهارده في الكورس بتاعنا، اللي هو حل الاساينمنت موديل والترانسبورتيشن موديل على ايه يا جماعه؟ على اكسل. خلاص، دي كده مساله اساينمنت من اللي هي كانت بتجيلنا. عندي مثلا جوبس اي بي سي دي عايز اعملها على ماشينز 1 2 3 4. خلاص، حضرتك بتبقى عارف طبعا ان انت ايه الجوب بتتعمل على ماشين معين. خلاص، فدي كده الارقام اللي موجوده في الجدول. الارقام دي يا جماعه يا اما كانت بتبقى فلوس يا اما كانت بتبقى ايه يا جماعه؟ طيب ايا كان، ما يهمناش دلوقتي. المهم انا عندي ارقام اهو. لو حضرتك فاكر الاساينمنت او طريقه الهنجيريا اللي كنا بنوزع بيها الاساينمنت، او بنعمل بيها الاساينمنت موديل او الاساينمنت بروبلم بتاعتنا، اللي احنا بنوزع الجوبس على الماشينز، كان بيبقى كل ماشين بيشتغل وان جوب بس. خلاص، يعني كنا في الاخر بنرسى كده ان ايه مثلا جوب ايه دي هتتعمل على 3، يبقى خلاص 3 ما ينفعش يتعمل عليها غير ايه، بي هتتعمل على 1، يبقى مش عارف سي على 2، يبقى اذا دي على مش عارف على 4، وهكذا يعني. خلاص، طيب هو هنا لو خدت بالك من حاجه، الاخر واحد ده هتقول لي هو كله صفر، ليه ما فيهوش ارقام؟ ليه؟ لان ممكن كانت تبقى المساله انا جاي لك اصلا 3 في 3، 3 في 4، يعني اللي هي اي بي سي في 1 2 3 4، فحضرتك زودت دامي. خلاص، والدامي ده انا ما قلتلكش، ما جبتلكش سيره عن البينالتي كوست بتاعته، فحضرتك حطيتها زيرو. يعني ايا كان هنا ارقام اصفار مش هتفرق طبعا، احنا عايزين بس نشوف ايه طريقه الحل ازاي. طيب بتحل ازاي بقى حضرتك؟ ركز بقى كده معايا. خلاص، هتعمل شويه حاجات كده وهفهمها لك في الاخر، يعني انت مش هتعرف، يعني هتقول اسال ليه نفس ليه بنعمل كده، هتعرف في الاخر دلوقتي. خلاص، هتكتب لي حاجه هنا يا جماعه اسمها افيلبل. خلاص، وهنا جنبها حاجة اسمها assigned. في أي مشاكل كده؟ طيب هتكتب لي هنا حاجة اسمها demand، وتحت برضو حاجة اسمها assigned. مش كده؟ طب ليه بنعمل الكلام ده؟ قلت لك ايه، هفهمك ايه كمان شوية يعني. تمام يا شباب. طيب هتيجي عند الافيلابل، يعني معلش يعني اعمل الخطوات دي، ويعني انا هوضح لك في الاخر خالص، هتفهم عارف اللي هو يعني انت بتمشي خطوات مش فاهم بتعمل ايه، اكن مسلسل كده بدأ انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، وتيجي في الاخر ايه الصوره كلها هتبان ان شاء الله. هتيجي عند افيلابل، هتحط لي واحد. خلاص اهو، واحد 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 واحد. خلاص كده يا جماعه، اهو حطيت ايه، واحد. نفس الكلام هتعمله عند ديماند، هتحط واحد 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 واحد. خلاص اهو، بس ايه عشان عايز دول يبقوا مختلفين عن اللي هو الاصفر والايه والاخضر ده يعني. تمام. طيب وهتيجي هنا حضرتك عند الاسايند. بص بقى، الاسايند ده هتقول ان هو بيساوي summation، مجموع الارقام اللي هي موجوده هنا دي كده في اول صف، يعني summation بتاع اول صف مجموع الارقام اللي موجوده ايه يا جماعه في اول صف، وتقوم حضرتك ايه ساحبها كلها كده لحد الاخر. نفس الكلام هنعمله مع assigned هنا، هقول بيساوي summation. خلاص، او summation الكلام ده كده تمام، وهتسحبه كده. خلي بالك انا شويه وانا بعمل ايه، ها انا ماشي وراك، مفيش اي مشكله خالص، هتفهم حاجات في الاخر يعني. خلاص، يبقى احنا كان عندنا الجدول اللي هو الاصفر في الاخضر ده، عملت حاجه اسمها available و assigned و demand و assigned. حطيت في ال available وال demand كلهم واحد. خلاص، وال assigned حطيت ايه مجموع الايه الكلام اللي هنا ده. في اي مشكله كده يا جماعه؟ طيب بصوا معايا، ركز في اللي هيحصل. هاخد الجدول ده كده يا جماعه، هاخد ده كده هعمل له كوبي. خلاص، هعمل له كوبي في مكان ما هنا اهو، زي ما هو كده بالظبط. خلاص شباب، يبقى خدت ده كده عملت له كوبي، هو الجدول بتاعنا. هتجيب لي حاجه هنا بقى كده اسمها توتال. خلاص، طيب هنجيب التوتال. التوتال ده هنحط فيه، ركز بقى هنا، الخلايا دي كده تعالى اعملها بلون مختلف، او اعملها مثلا باللون ايه اللون ده مثلا. خلاص، او هقول دي بتساوي، ركز كده معايا، ركز بقى، هقول دي بتساوي سم برودكت، مش برودكت، سوري، مش سم سم مش يا جماعه، يعني بتجمع. سم برودكت يعني حاجه في حاجه زائد حاجه في حاجه زائد حاجه في حاجه. خلاص، يبقى ده الفرق بين كلمه سم برودكت وكلمة ايه يا جماعة؟ صم. لو صمشن بس، او كلمة صم دي يا جماعة، يبقى حضرتك هتقول ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده. خلاص، لكن صم برودكت يبقى هتقول ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده، وهكذا. في اي مشاكل كده؟ بص بقى حضرتك هتعمل صم برودكت،
للحاجات دي كده خلاص، مع كما مع الحاجات دي كده. عارف دي معناها ايه يا جماعة؟ ان هو هيضرب ده اللي هو الرقم اللي هو 70 ده في 70 اللي هنا، ومش عارف الـ85 دي في الـ85 دي، يعني 70 في 70 زائد 85 في 85 زائد 85 في 85 زائد وهكذا. خلاص ده اللي هو اسمه ايه يا جماعة؟ سم برودكت. خلاص، وبص المفاجأة بقى، هخلي دول كده يا جماعة، هخلي كل دول كده ايه، مش موجودين عندي. في اي مشاكل كده؟ طيب انت تابع بس معايا واحدة واحدة، وهتيجي في الاخر ايه الصورة هتوضح لك خالص ان شاء الله. طيب وبعدين، قبل وبعدين يعني هديك نبذة بس يعني مختصرة عن اللي بيحصل، عشان برضو ايه ما تبقاش متضايق وتبقى فاهم اللي بيحصل. لو فاكر يا جماعة في الاساينمنت، خلاص في الاساينمنت موديل او في الهنجاريان ميثود دي اللي انت بتعمل بيها الاساينمنت موديل، بتحل الاساينمنت موديل بتاعك، كنا احنا بنختار زي ما قلت لك هنا، كان مثلا ايه هتشتغلها مثلا على ماشين 4، مش عارف بي هتشتغل على ماشين 2، مش عارف سي هتشتغل على ماشين 1، صح كده؟ طيب احنا عشان نحدد هنا الكلام ده يا جماعه، خلاص يعني هحددها ازاي؟ يعني انت عايز زي تطلع لك كده مثلا ايه، تحط لك علامه صح هنا، او مش عارف سي يحط لك علامه صح هنا، ان هي دي مع دي والباقي ما يتكتبش فيه اي حاجه خالص. فاحنا هنعملها يا جماعه كباينري سيستم اللي هو 0 1، يعني بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى والله ان يعني ايه، لو تنفع مثلا مع 4 يتكتب هنا 1، خلاص، وهتلاقي هنا مش مكتوب اي حاجه خالص، تمام. بي مثلا لو تنفع مع 1 هتلاقي اتكتب لك هنا 1، وهنا مش هيتكتب اي حاجه خالص. سي لو تنفع مثلا مع 2 خلاص، يبقى هيتكتب هنا 1 والباقي مش هيتكتب في حاجه خالص. ده اكنها مثلا ايه، اكن دي هنا دي هنا دي هنا، لان انا طبعا مش هعرف اعملها ايه زي ما احنا كنا بنعمل كده مربعات واحدد وصفار والكلام ده كله. فانا هنا القصد من الموضوع يا جماعه، حكايه الصفر والواحد دي اللي انا عاملها ليه يا شباب؟ عشان والله هيطلع لي يعني، هتلاقي هنا مثلا في العمود ده كله، في العمود ده كله مفيش غير واحد بس والباقي كله فاضي، وفي الصف ده كله مثلا مش عارف هتلاقي يعني واحد بس والصف ده كله فاضي، وهكذا. دي فكره اللي هي الصفر والواحد. فانا عملت هنا افيلبل وديماند، هعمل شرط بقى دلوقتي ان مجموع الارقام اللي هنا خلاص، او يعني سميشن الارقام اللي موجوده هنا دي ما تزيدش عن واحد، خلاص. يبقى ممكن تعملها اقل من او تساوي واحد او تساوي واحد، يعني ممكن تعملها اقل من او تساوي واحد، او تختار ان مجموع الارقام اللي هنا يساوي واحد، ما يزيدش عن واحد بقى يا جماعه. خلاص نفس الكلام هنا، يعني هتطبق الشرط ان مجموع الارقام في كل صف ما تزيدش عن واحد، ومجموع الارقام في كل عمود ما تزيدش عن كام يا جماعه؟ عن واحد. في اي مشكله كده؟ وعشان نبقوا متاكدين، عملت حته الاساين دي. الاساين دي زي ما حضرتك عارف ان هي سمشن الكلام اللي كان موجود هنا ده، فانت هتجيب السمشن والله في الاخر طلع زي ده كده، يبقى زي الفل واحد، يبقى مفيش ايه اي اختلاف. لو لقيت ده طلع 2 او 3 يبقى انت في غلط في الحل عندك. في اي مشاكل؟ يبقى فهمنا فكره الصفر والواحد بس يا جماعه كده، ان انت عايز تقول لي ايه الماشين ايه دي مش عارف تشتغل هنا، الماشين بي بتشتغل او سوري الجوب ايه هتعملها على الماشين كذا، الجوب بي هتعملها على الماشين كذا. طب انا هحددها ازاي؟ هو بيطلع لي ارقام يعني 0 و1، هيمشيها كباينري سيستم 0 و1. خلاص طلع واحد، يعني طلع واحد هنا، لقيت مكتوب هنا واحد مثلا يا جماعه، خلاص كده مكتوب هنا واحد، يبقى معنى كده ان الجوب ايه هتشتغل على ماشين كام يا جماعه؟ ماشين 3. في اي مشاكل كده يا جماعه؟ اهو لاحظ هنا المجموع ايه؟ واحد. طبعا هيديك هنا يا اما هيبقى فاضي يا اما اصفار، واعتقد يعني هيبقى اصفار لان احنا مش هنا باينري سيستم 0 و1، فهنا هيبقى واحد وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر. في اي مشاكل كده يا شباب؟ اهو يبقى هنا هيبقى واحد، يبقى هنا هيبقى صفر وهنا صفر وهنا صفر. وادي المجموع هنا واحد زي ده، مفيش اي مشكله خالص، هنا ما ينفعش يتحط حاجه تاني. لو لقيت حاجه تاني هنا بتتحط يبقى كده المجموع ده 2، لا يبقى كده في غلط عند حضرتك في حاجه. في اي مشكله كده يا جماعه؟ طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ بص حضرتك هتروح معايا على داتا، او زي ما حضرتك شايف تبويب داتا، هتختار السولفر اللي احنا كنا عاملينه قبل كده خلاص في الفيديو اللي فات. طيب انت خلي بالك ان انت عايز تعمل مينيمايزيشن ولا ماكسمايزيشن؟ الهدف بتاعي ان انا اعمل مينيمايزيشن ولا ماكسمايزيشن يا جماعه؟ لا الاساينمنت موديل دي والله يا اما وقت يا اما فلوس، حضرتك بتبقى عايز تعمل ايه يا جماعه؟ مينيمايزيشن، سواء للوقت او ايه؟ او للفلوس. فهختار هنا الايه؟ الاوبجيكتيف فانكشن بتاعتي اللي هي تبقى ايه يا جماعه؟ مينيمم. اولا بس قبل ما تختار الاوبجيكتيف فانكشن، بتختار الاوبجيكتيف سيل. هو ايه اللي انت عايزه يبقى مينيمم يا جماعه؟ ايه اللي انت عايزه يبقى مينيمم؟ والله يا اما الوقت يا اما الفلوس، اللي هو التوتال بتاع الكلام ده. خلاص كده اللي هو التوتال بتاع الكلام ده. فهتختار السيل اللي هي دي كده، دي السيل حضرتك الايه الاوبجكت بتاعتي ان عايزها تبقى مينيمم اهو، واخترتها ان هي تبقى ايه يا جماعه؟ مينيمم. في اي مشكله كده يا جماعه؟
هتقولي اه معلش انا عندي مشكله بسيطه، بس انا حته بس التوتال مش فاهمها او مش مجمعها او الصراحه. طيب بص كده، احنا اتفقنا يا جماعه لو الـ لو مثلا الجوب ايه هتتعمل على ماشين 3، هيظهر هنا ايه يا جماعه؟ واحد. خلاص معلش احنا هنا ايه لخبطنا في حاجه، اه نقفل دي كده ونرجع لها تاني، يبقى نرجع لها تاني اهو. دي كده هتبقى واحد مثلا، وبقيت هنا ايه يا جماعه؟ اصفار اهو. هنا هيبقى صفر وهنا هيبقى صفر، ودي مثلا لو هنا واحد هيبقى هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، ودي كده لو واحد هيبقى هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر، ودي كده طبعا هيبقى فاضل هنا بس ان تبقى واحد، وهنا تبقى صفر وهنا صفر وده صفر. نفترض ده الحل بتاعنا كده يا جماعة. يعني معنى كده حضرتك ان الجوب ايه هتتعمل على ماشين كام يا جماعة؟ تلاتة. خلاص اهو نخلي ده كده ايه في النص عشان ايه يبقى كله ماشي مع بعضه. خلاص يبقى ده كده هيتعمل على ماشين تلاتة، وده كده هيتعمل على ماشين واحد، وده كده مش عارف هيتعمل على ماشين اربعة، وده كده على ماشين ايه يا جماعة؟ اتنين. حضرتك كنت بتعمل ايه لو فاكر؟ لاحظ خد بالك كده، الارقام اللي هنا هي اللي في الافيلابل، والارقام اللي هنا هي اللي في الديماند، يبقى انت كده مظبوط اللي هي واحد يعني. حضرتك كنت بتعمل ايه بقى لو فاكر؟ مش كنت بقول دي بتنفذ هنا ودي هنا ودي هنا؟ كنت بتروح ايه؟ بتروح الجدول الاصلي تشوف بقى، مش جوب ايه دي هتنفذ على ماشين تلاتة؟ اه الكوست بتاعتها هنا كانت كام يا جماعة؟ 65. ودي كده هتتنفذ على واحد، الكوست بتاعتها كانت كام يا جماعة؟ 85. ودي كده هتتنفذ على أربعة، الكوست بتاعتها كانت كام يا جماعة؟ 80. كنت بتجمع، ومثلا دي كده هتتنفذ على اتنين، الكوست بتاعتها كانت زيرو. مش كنت بتجمع بقى الأرقام دي يا جماعة؟ يعني كنت هتجمع ال 65 دي مع ال 85 دي مع ال 80 دي مع الزيرو ده، وبتجيب بقى ايه اللي هو التوتال كوست او التوتال مينيموم كوست او التوتال مينيموم تايم، صح كده؟ ده اللي هو ده كده. فهنا احنا وفرناه على حضرتك خلاص. يعني هنا كده 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 انت حاطط واحد، فاكنك ايه خدت ده. ما احنا ده ماشي ازاي بقى يا جماعه؟ السام برودكت اللي موجود هنا، السيل دي كده اللي انا مشاور عليها دي يا جماعه هتتضرب في دي، بلس دي في دي، بلس دي في دي، بلس دي في دي، فهيطلع كله بصفار، ما يتفضلش غير 65 في واحد، اكنك خدت ال 65 يعني. خلاص زائد كل ده، يعني كل ده بقى زائد دي في دي هيطلع لك ال 85. تمام، بلس دي في دي زيرو، 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 وهكذا بقى تكمل. هتلاقي نفسك اكنك بتجمع ايه الحاجات اللي احنا قلنا عليها بالظبط. في اي مشاكل كده يا شباب؟ ها تمام كده، ده كده الايه اللي هو عشان تفهم الكونسبت بتاعنا. تعال بقى نشوف هنحل ازاي. هنروح تاني قلنا لداتا، خلاص سولفر، هتختار السيل اللي انت تعمل لها مينيمايزيشن، السيل دي اللي هي دي كده يا جماعه، واخترنا الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي اللي هو يبقى ايه يا شباب؟ يبقى مينيمم. خلاص كده يا جماعه وضحت الرؤيه. تعال بقى ايه نكمل بقيه ايه الشغل بتاعنا. طيب هتيجي بقى هنا حضرتك بيقول لك باي تشينجينج فاريبل سيل. ايه الفاريبل سيل بتاعتي؟ الفاريبل سيل بتاعتنا يا جماعه اللي هي السيل دي كده، دي اللي انت عايز التغيرات بتاعتك ايه يا جماعه تحصل فيها، تحصل فيها اكوردنج تو كونسترينز كده. ايه الكونسترينز بقى يا جماعه؟ بص كده، اللي انت عايز الارقام اللي هي في الاساين دي خلاص تبقى اقل من او يساوي، او يساوي الارقام اللي موجوده في مين يا جماعه؟ في الافيلبل، يعني المجموع ما يزيدش عن واحد، يساوي واحد. خلاص كده احنا طبعا ما فيش حاجه اسمها اقل من او يساوي واحد، لان هو هنشوف زي ما احنا هنقول ان هو يا صفر يا واحد. فانت عايز الارقام اللي في الاساين تبقى بتساوي الارقام اللي ايه يا جماعه؟ في الافيلبل، ما ينفعش تبقى اكبر منه. في اي مشكله كده؟ كمان خلي بالك بقى نفس اللي في الاساين ده هيبقى هو اللي فيه ايه يا جماعه؟ الاساين ده اللي عند الديماند برضه، عايز الارقام اللي هنا، وانت عايز بقى ايه مجموع الارقام اللي هنا في العمود ده او في الصف ده تبقى واحد. في مشكلة كده؟ اهو هنيجي هنا بقى يا شباب ونعمل اد للشرط التاني عندنا، ان الاسايند اللي هنا برضو خلاص يكون بتساوي اللي ايه في الديموند هنا. في اي مشاكل كده يا جماعة؟ طيب هنضيف كونسترين بعد كده. الكونسترين اللي احنا هنضيفه بص كده معايا، ان السيلز اللي موجودة هنا دي انت عايز الارقام فيها تبقى يا صفر يا واحد بس. يا صفر يا واحد بس يا جماعه بنختار حاجه اسمها ايه؟ باينري. خلاص يبقى يا صفر يا واحد بس بنختار حاجه اسمها ايه يا شباب؟ باينري. كده حضرتك خلاص خلصت كل الكونسترين، حددت السيل بتاعتك وحددت الاوبجكتيف بتاعي خلاص، وهنا شفت السيلز اللي هتتغير اللي هي السيلز دي كده، وحطيت ايه يا جماعه؟ الكونسترين بتوعنا. في اي مشاكل كده يا شباب؟
طيب حضرتك خلصت خلاص الكونسترينز وظبطناها تمام تمام بتروح هنا حضرتك خلاص بتعلم، انا اتاكد دي ما متعلم عليها اللي هي ميك ان كونسترينت فاريبلز ان نيجاتيف. خلاص كده تمام تمام الامور بتاعتنا، تتاكد حضرتك ايه يا جماعه سولف خلاص، هيظهر لك كده مش عارف كيب سولفر مش عارف سوليوشن مش عارف ايه، اتك يا جماعه اوكي تمام كده هيطلع لك ده كده يا جماعه الحل بتاعنا زي ما حضرتك شايف اهو، ان الجوب ايه هتعمل على ماشين واحد، الجوب بي هتعمل على ماشين ثلاثة، الجوب سي هتتعمل على اتنين، والجوب دي هتعمل على كام يا جماعة؟ على اربعة. خلاص وطلع لك الايه توتال نمبر، والحياة زي الفل جميلة مفيهاش اي حاجة خالص. خلاص حضرتك جرب كده حلها، يعني حلها بقى بايدك مانيوال، المفروض تلاقي ان فعلا التوتال بتاعك طالع زي ده كام يا جماعة؟ 180. وتلاقي ان دي كده توزيعة ايه يا جماعة؟ توزيعة الجوبس بتاعك تمام كده شباب. وده كده شباب يكون ايه حل الاساينمنت موديل على ايه يا شباب؟ على اكسل. خلاص جرب كده زي ما قلت لك هنلاقي مانيوال، هيطلع ان شاء الله معاك ايه نفس الارقام دي ونفس التوزيع كده ونفس توزيع الايه الجوبس على ايه على الماشينز. هننتقل بعد كده يا جماعه لحل مين بقى؟ ترانسبورتيشن موديل خلاص على اكسل. حل ترانسبورتيشن موديل هنا يا جماعه بيلخص لك كتير بقى، بيجيب لك الحل اللي هو بعد الستيبنج ستون ميثود اللي هو اخر حل خالص اللي هو الاوبتمايزد، بيجيب لك اقل كوست خالص، فده طبعا بيوفر عليك شغل كتير بقى ان انت توزع بالنورث ويست او الليست كوست او الفام خلاص، وترجع بقى تعمل ستيبنج ستون والمش عارف واللوبس والكلام ده كله، كل ده هو بيختصره لك بيطلع لك ايه الرقم على طول. تعال نشوف بقى ايه بنحل الترانسبورتيشن بالاكسل ازاي. بمنتهى البساطة برضه كده يا جماعة ده كده الجدول بتاعنا خلاص، وادي مثلا البلانت واحد بلانت اتنين بلانت تلاتة هيوزع على سيتي واحد سيتي اتنين سيتي تلاتة سيتي اربعة. لازم طبعا الاول تتشيك البالانس بتاع المسألة خلاص، لازم تجمع دول كده تشوف مجموعهم كام، ولازم يبقى قد ايه المجموع ده كده يا جماعة تمام. طيب بمنتهى البساطة كده يا جماعة برضو نفس الكونسبت اللي فات، ببقى فاهم المسألة بتاعتي هتمشي ازاي. يعني انا عارف حضرتك ان بلانت واحد بلانت اتنين بلانت تلاتة هيوزع على سيتي واحد سيتي اتنين سيتي تلاتة سيتي اربعة، ولازم طبعا بتشيك البالانس بتاع المسألة، لازم صمشها السبلاي يبقى تصمشها الديماند، ولو حضرتك جمعت الاثنين هتلاقيهم 125 فالمساله بالانسد مظبوط. طبعا لو مش بالانسد بتضطر تعمل ايه دامي بلانت وتحط بقى الايه البينالتي كوستس والكلام ده كله زي ما انا ايه علمناك ايه في ايام فيديوهات الشرح. طيب حلو كده ادي المساله جاهزه اهي وبالانسد وزي الفل وتمام التمام. هنبدا حل ازاي؟ برضه يا جماعه نفس الكونسبت اللي عملناه قبل كده، امشي معايا برضه خطوه خطوه وهوضح لك الكلام ده ليه. خلاص حضرتك هتجيب لي كده حاجه هنا اسمها توتال، خلاص هنجيب حاجه هنا يا جماعه اسمها توتال، ونفس الكلام هجيب توتال دي هنا خلاص كده. طيب التوتال ده شباب هيبقى عبارة عن ايه؟ برضه نفس زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالظبط يا جماعة، ده هيساوي summation خلاص، summation الكلام ده كده خلاص، واسحبه كله لتحت كده تمام كده يا جماعة. ونفس الكلام هنا هيبقى بيساوي summation الكلام ده كده خلاص، وتسحبه كده حضرتك ايه على طول الديماند بتاعك. في اي مشاكل كده يا جماعه هتروح هنا برضه حضرتك بقى بص في اي سيل فاضيه هتكتب لي بقى ايه اللي هي التوتال كوست خلاص، او الاوبتيمم توتال كوست او المينيمم ترانسبورتيشن كوست. اي هنكتب اهو كده يا جماعه التوتال كوست، او زي ما انت عايز بقى تسميها المينيمم ترانسبورتيشن كوست او الاوبتيمال سوليوشن زي ما حضرتك عايز تسميها ايه سميها يعني. طيب عشان نجيبها دي هاخد بس الجدول ده كده هو هو تاني خلاص، هو هو ده كده يا جماعة هاخده اعمل له ايه كوبي، اعمل له كوبي هنا مثلا خلاص، وده هيساوي مين زي ما حضرتك عارف بقى، يعني خلي السيل بتاعتنا دي يطلع فيها الحل ده كان بيساوي مين يا جماعة؟ كان بيساوي بص بقى كنا بنجيبها يا جماعة سام برودكت خلاص كده، دبل كليك عليها يعني هيطلع لك سام برودكت الارقام اللي هنا مع نظائرها او مع ما يقابلها من الارقام اللي هي يا جماعه اللي هنا تمام يا شباب اهو. وبعد كده حضرتك بترجع تقوم ايه جايب دول ايه يا جماعه بصفار او شايلهم خالص، واستنى الحل بتاعي ايه لما يطلع هنا التوزيع بقى بتاعتي اللي هي هتديني ايه يا جماعه المينيمم توتال كوست او المينيمم ترانسبورتيشن كوست او الاوبتيمال سوليوشن. طيب هنروح بعد كده خلاص انت كده مجهز مسالتك تمام حضرتك، برضو يعني التفاصيل بقى الايه الظريفه بتاعتنا هنا حضرتك انت حاطط توتال، تفتكر الكونسترين ما انت بتحط كونسترين يعني. تعالى كده نروح ايه على تبيب داتا عشان تفهم اكتر،
نروح سولفر. طيب الاوبجكتيف سيل، الاوبجكتيف سيل بتاعتي اللي هي دي كده، انا عايز الرقم ده ايه يا جماعه؟ يبقى مينيمم، او بدل ماكسيمم هختاره ايه يا جماعه؟ مينيمم. التشينجينج سيل فاريبلز او التشينجينج فاريبل سيلز، خلاص اللي هي ايه الارقام اللي هتبقى موجوده هنا. تمام كده، حلو. الكونسترين بقى بتاعتي، الشروط بتاعتي، بص يا جماعه لو حضرتك فاهم، حضرتك فاهم بقى، انت عايز الارقام اللي هنا طبعا، ده التوتال ده اللي هو سميشن الارقام اللي موجوده هنا. هل سميشن الارقام الموجوده هنا يا جماعه ينفع تبقى اكبر من السبلاي؟ ما تنفعش. يبقى بص في حل بنهرب بيه، يعني حل بيبقى ذكي شويه. حضرتك هتيجي حضرتك وانت بتاد الكونسترين اهو، الارقام دي المفروض حضرتك بتساوي الارقام دي. هو انت لو فاهم الكونسبت قوي، انت عارف اللي هو السبلاي ده يا جماعه كانه فاكر في الفورميوليشن ممكن كلمه السبلاي دي اللي هي الافيلابل، يعني ده الموجود، فيعني ده الافيلابل خلاص او السبلاي، فالافيلابل او السبلاي ده المفروض ياخد اقل من او يساوي خلاص. فانت هتعمل اقل من او يساوي، بص عملتها يساوي صح، يعني لو اخترتها يساوي مفيش اي مشكله خالص. بس انا بقول لك بقى انت لو فاهم قوي، يعني لو فاهم قوي ايه الكونسترينت هتبقى يعني برنس فيها، هو الامان خالص ان انت تامن نفسك خالص اختار يساوي. انت بقى فهمان قوي هتختار لا والله انا عارف ان دي افيلابل فالمفروض تبقى اقل ايه، اقل من او يساوي. اقل من او تساوي مين؟ اهي اقل من او تساوي الايه الارقام دي كده. تمام كده يا شباب. طيب هتقاد في كونسترين تاني، الارقام بتاعت التوتال هنا، مركز بقى معايا برضو. الامان خالص بيقول لك اختار ان هي تساوي الارقام اللي هي بتاعت مين يا جماعه؟ الديماند. طيب الصح بقى لو انت فهمان بقى، راجل فهمان فورميليشن وفاهم معنى الكلام كويس، هتختارها ايه؟ اقل من او يساوي ولا اكبر من او يساوي ولا يساوي؟ خلاص هيساوي صح مفيش مشكله، هنختارها بقى اقل من او يساوي ولا اكبر من او يساوي. لا يا جماعه اكبر من او يساوي. عارف ليه يا جماعه؟ لان الديماند ده اللي هو ريكوايرد، فانت لو فاكر الريكوايرد او الريكوايرمنت كانت بتختارها ايه يا جماعه؟ اكبر من او يساوي. زي ما قلت لك لو عملت الاثنين يساوي مفيش اي مشكله خالص، هيطلع الحل ايه؟ مظبوط، في مشكله كده، لكن اوعى تلخبط في اقل من او يساوي في اي واحده من الاثنين يعني. تمام، دي كده لازم الارقام دي تبقى اكبر من او يساوي الارقام اللي هي موجوده هنا او تساويها يعني. ده كده الايه الكونسترينز ايه بتاعنا. في اي مشاكل يا جماعه؟ خلاص حضرتك اخترت الكونسترينز، حددت السيل بتاعتك، التشينجينج فاريبلز، ها الكلام ده كله. طبعا خلي بالك انت عارف بقى الحل لما يطلع بقى هيطلع هنا ايه التوزيعات بتاعتك، مش حضرتك بقى كنت بتضرب كل رقم التوزيع بقى في الكوست بتاعته، فدي اكنها الكوست، يعني دي كده الكوست يا جماعه. فالمفروض الارقام، يعني تعالى نحل كده وافهم حضرتك احسن، او هنعمل سولف. اوكي ده كده هو وزع لي وطلع لي المينيمم توتال كوست بتاعتي. بص هو كده وزع لي، يعني هو وزع السبلاي على مين يا جماعه؟ على الديماند. مش حضرتك بقى كنت بتاخد الرقم اللي هنا ده؟ لو حضرتك فاكر كده يا جماعه، لو نوضح لك خلاص تعالى كده ايه نوضح لك الامور. لو فاكر كده كان بيبقى هنا في رقم وهنا في كوست، يعني مثلا لو خدت اللي هي العشرة دي اللي انا واقف عليها دي اكنها كده يا جماعه، دي كده العشرة خلاص كده، وادي الكوست اللي هنا اكنها كام يا جماعه؟ ستة. مش انت كنت بعد ما توزع بتضرب ده في ده خلاص، زائد 25 في الكوست بتاعتها اللي هي كام يا جماعه؟ 10، زائد 45 في الكوست بتاعتها اللي هي كام يا جماعه؟ 9، وهكذا بقى تجيب ايه؟ المينيمم توتال كوست. هو هنا حسبها لك ايه يا جماعه؟ حسبها لك جاهزه على طول. في اي مشكله كده يا جماعه؟ خلاص ده كده اللي هي الحته اللي كانت فاضله لنا اللي هي بتاعت حل الترانسبورتيشن بروبلم والاساينمنت بروبلم على مين يا جماعه؟ على اكسل. خلاص يبقى بس قبل ما نمشي زي ما فهمتك، هنا دي هيبقى كل رقم من هنا مضروب في اللي هنا وبيتجمع مع بعض، يعني 0 في 8 زائد 10 في 6 زائد 25 في 10 زائد 0 في 9 زائد 9 في 45 وهكذا. كل ده حاصل ضرب اللي هي الارقام اللي هي فوق في الجدول اللي فوق ده كده يا جماعه، اللي هي ايه دي كده، والارقام اللي هي تحت دي اللي هي موجوده ايه في الاقواس هنا يا جماعه كده. خلاص سم برودكت على الكلام ده بيديني بقى يا جماعه التوتال ترانسبورتيشن كوست او المينيمم ترانسبورتيشن كوست او الاوبتيمال سوليوشن بتاعي. ده كده الكورس بتاعنا، يعني اتمنى ان انا اكون قدرت او وفقت من الله عز وجل ان انا اكون بسطته لحضراتكم وشرحته باسلوب كويس. يعني معرفش هو في حد ممكن يكون زعلان مني في حاجه ولا لا، بس اتمنى ما يكونش حد زعلان مني في اي حاجه. وان شاء الله انا والله فرحت جدا بيكم واتشرفت جدا بيكم، وان الماده فتحت معاكم وان انا اشتغلت معاكم جدا، ويعني اللي حسيته من الامتحان اللي انا عملته ان يعني الناس ممكن تكون حابه الماده او الموضوع سهل بالنسبه لها. يعني اتمنى من الله عز وجل يعني
انا اكون قدرت يعني ابسط الامور على قد ما اقدر. ده والله اقصى طاقة عندي واقصى حاجة انا اقدر اعملها في الشرح والتبسيط يعني. فيعني اتمنى ان انا اكون يعني قدرت اعمل حاجة كويسة يعني، وربنا يعلم. والله انا بحبكم ازاي، واتبسطت جدا والله في الشغل معاكم، اللي هو الكام محاضرة احنا خدناهم في الكلية والشغل هنا والزوم ميتنج اللي احنا عملناه بالامتحان بالكومنتس بالفيدباك اللي انا عملتها لكل واحد منكم لوحده عشان ما يبقاش مثلا قدام الناس ولا حاجة. فحقيقة انا مبسوط جدا جدا بيكم، فرحت جدا جدا ان اشتغلت معاكم والله، وناس بعزها بجد والله، ربنا يعلم يعني. وبالتوفيق ان شاء الله يا جماعة، وسواء في الامتحانات انتوا طبعا تقريبا انتوا لما ترجعوا بقى ان شاء الله هتمتحنوا حسب تقريبا ما انا فهمت يعني. وبتوفيق والله بعد كده حتى في حياتكم بعد الكلية، ونشوف دايما نشوفكم دايما على خير، ونسمع عنكم كل خير، ونفضل ان شاء الله يعني على تواصل مع بعض. لو حد محتاج اي حاجة في اي وقت يعني ان شاء الله لا يتردد خالص ان هو يكلمني بإذن الله. بالتوفيق يا جماعة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ونشوفكم دايما على خير يا رب. مع ألف سلامة يا جماعة.